الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده زي كل يوم حد من كل اسبوع بنعمل اكل صحي. الاكل الصحي بتاعنا النهارده انا متعمد يكون فيه دسمه كتير عشان نتعلم مع بعض ازاي وناخد راي بعضنا ازاي، حتى لو كانت الاكله دسمه في مكوناتها اللي هو الماتيريال، ازاي اهرب من الحاجات اللي موجوده فيها واعملها بنسبه 50-60% تكون شويه هيلسي. معانا النهارده السينابون. السينابون متهم بان هو بيكون دسم جدا وفيه عناصر كتيره من المكونات بتاعته، من ضمن العجينه ومكوناتها، من ضمن الحشوات بتاعته، اذا كان كراميل، اذا كان كريمه لباني. احنا مع بعض العجينه عجناها من قبل كده وهنشوف نعملها مع بعض ازاي. السينابون ما شاء الله العجينه جاهزه للتشغيل. معانا فراخ النهارده هنعملها فراخ مشويه مع الباربيكيو صوص، ومدرسه الباربيكيو صوص بيتباع في السوبر ماركت باسعار مختلفه. تعالوا مع بعض نعمله في المطبخ بطريقه سهله وبسيطه، ونستخدمه مع اللحوم المشويه مع الفراخ المشويه حسب الرغبه. نيجي للمفاجاه بقى، معانا مخرجنا الجميل الرز بلبن النهارده. الرز بلبن بتاعنا الجميل برضو متهم بان هو دسم، وان ما تعمل رجيم ما تاكلش رز. بالعكس، الرز المصري مفيد جدا واحنا مجهزينه هنا ومحضرينه. هنعمل النهارده الرز بلبن بقدر الامكان هيكون هيلسي. نستخدم الحليب بتاعنا يكون دسمته قليله جدا، وده موجود في السوبر ماركت. الرز المصري ما فيش منه مشكله، بنتخلص من بعض النشويات بتاعته. كده وصلنا لمرحله 50% تقريبا في ان احنا نعمل طبق رز بلبن ندخله الفرن او نقدمه على القرفه. اعتقد ان هو هيكون هيلسي بقدر الامكان. انا عايز اوصل لهدف من خلال البرنامج بتاعي اللي هو اكله امي، ان احنا نكون عندنا يوم في الاسبوع بقدر الامكان نشوف التلاجة فيها ايه، ادراج المطبخ فيها ايه، ونخلي يوم كده بسيط وسهل ونعمل اكل هيلسي بقدر الامكان يناسب الصغيرين والكبار. استاذن حضراتكم اخد بعض واطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل الحلقه بتاعتي. دايما بيسالوني قبل ما تبدا الحلقه هنبدا بايه يا شيف. اذا عندنا السينابون النهارده هتشوف مكونات العجينه بتاعته، عندنا فراخ مشويه، عندنا رز بلبن، ولكن الطبيعي وقت الحلقه بتاعتنا تقريبا 50 دقيقه مشفيين، فلازم يكون عندنا مزمبلاص. ايه هو المزمبلاص في مصطلحات المطبخ؟ شويه تحضيرات صغيرين. عندك ماما، عندك حماتك، هتقشرلك شويه توم تحطهم في الثلاجه، هتقشرلك شويه بصل يبقوا محطوطين في ميه عاديه، ميه ساقعه، في حاجات كده تخلصي نفسك منها بتريحك في المطبخ. عجينة السينابون استاذه رحاب بعد اذنك مقاديرها على الشاشه، بساطه سهوله مرونه. نعملها مع بعض ازاي؟ مكونات لطيفه جميله جدا. بتاخد خميره وبيكنج باودر، مفيش مشكله في الخميره والبيكنج باودر. معانا طبعا في المقادير بيض، هنستفيد بالبيض. ناخد بياض البيض بلاها الصفار، كده اصبح اول رقم حاجه الهيلسي، ان انا استغنيت عن صفار البيض واستخدمت البياض بتاعه. نستخدم في العجينه بتاعتنا المفروض زبده، احنا بنستخدم معكان الزبده معلقتين من الزيت، ونقلل الدهون شويه. حطيتي معلقه زبده صغيره او معلقه سمنه صغيره مفيش مشكله، ده اختياري. دي مكونات العجينه ببساطه وسهوله. اهم حاجه الخميره والبيكنج باودر يتحدوا مع بعض تبقى عضلات علشان ترفع العجينه وتبقى معانا بالشكل ده كده اهو. العجينه بالشكل ده كده مش هنعمل فيها اي حاجه، بنحطها قدامنا على الرخامه. حلو الكلام، حلو الكلام. ايه اللي يخلي العجينه يا مغازي تبقى هشه وتبقى كمان جميله وفي نفس الوقت تبقى متخمره معايا؟ لان عجينه السينابون لازم تتخمر على مراحل. ايه هو رقم واحد؟ ندوب الخميره مع سكر وشويه حليب دافيين. الحليب طبعا بنشتريه من السوبر ماركت، يكون الدسامه بتاعته قليله جدا. دي رقم واحد. احنا بنشرح ازاي نعمل عجينه السينابون. بيكون الحليب معانا دافي اهو بالشكل ده كده، وبنستخدم خميره وسكر. وجود الخميره مع السكر يا شيف بيخلي الخميره تشتغل بسرعه ويكون مفعولها سريع جدا. يا نعم، حلو قوي، تمام اهو زي كده زي الفل. انا بس عايز اشرح مقادير السينابون زي الفل، ولكن الاهم من ده ان انا استخدم الخميره ويكون مفعولها معايا شغال. تعرفي ازاي مفعول الخميره شغال؟ اول ما بتحط عليها السكر وتدوبيها في شويه حليب دافيين او ميه دافيه لازم تفور معاكي وتعمل رغوه بيضه جميله. دي علامه من علامات ان الخميره جاري مفعولها وزي الفل. دي رقم واحد. رقم اتنين، استخدامنا للبيكنج باودر نحطه على الدقيق قبل ما ننزله على الخميره. المراحل دي مهمه جدا. انا طبعا بختصر الوقت علشان وقت الحلقه بتاعتي. عجنت العجينه وجاي بدري زي الفل، والعجينه متخمره معايا اهي، هبدا اشتغل فيها. حلو الكلام. طيب ده بالنسبه للعجينه بتاعتنا. نشتغل فيها ازاي؟
العجينة دي كبيرة شوية بنقطعها نصين ونفرتها مع بعض ونبدأ إن احنا نعمل التوبنج بتاعنا. توبنج السينابون في أي محل من المحلات عبارة عن زبدة وسكر بني في قلب العجينة من جوه، دي رقم واحد. طب احنا ايه البدايل عندنا؟ ببساطة كده هنشوف دلوقتي مع بعض. كده كده السكر البني آمن يعني. شوية الدقيق دول ونفرد العجينة بتاعتنا اللطيفة دي كده. والعجينة طالما اتخمرت يا ست الكل يا أمي يا خالتي يا عمتي ما تعمليش فيها أي حاجة خالص غير إنك أنت تفرديها. يعني ما تقعديش بقى فرحانة بيها كل شوية إيه تعمليها بإيدك كده وتعجنيها تاني خالص، هي اتخمرت نبعد عنها ونشتغل بالإيه؟ بالنشابة بتاعتنا ده كده. تلاقي العجينة اتفردت لوحدها دايركت من غير أي حاجة خالص أهي. شفت العجينة؟ تبص لها تتفرد. بس بصة حنية. شفتي العجينة أهي. أنا مش بدوس على النشابة والله، هي لوحدها بتتفرد. نعمل شكل مستطيل 30 في 60 40 في 80 زي ما أنت عايزة حسب حجم الرخامة اللي بتفردي عليها. ببساطة كده نفردها قوي علشان تبقى عجينة السينابون معايا ما فيهاش عجين من جوه. بنروح نشتريه من المحلات بنحس إن إحنا بناكل عجين عليه سكر. والله العظيم. فلازم العجينة تكون مفرودة جامد والتوبنج بتاعها في قلبيها. نشيل ده من هنا كده نوسع شوية. حلو قوي. ناخد مع بعض شكل مستطيل. كده العجينة زي الفل. دي رقم واحد. رقم اتنين تتعلمي لما تفردي عجينة تعملها فطاير. تعملها السينابون. تعملها بيتزا. تريحي العجينة قبل ما تشتغلي فيها. يعني اريح العجينة. اقول لها كلمة حلوة. بالشكل ده كده. هتلاقيها خست شوية. تاخد شكلها الطبيعي ان انا ارفعها من على الرخامه واخليها بالشكل ده كده. وناخد مع بعض شكل مستطيل يا عم الشيف. شكل المستطيل كده تقريبا. حلو قوي. الحته التخينه دي كمان كده معايا العجينه زي الفل. واقفه هنا بقى ايه التوبنج بتاعنا. العجينه دي ما نرميهاش، دي ما تترميش. ممكن نعمل بقى فطاير نستخدمها في حاجات كتير قوي. بنلمها كده وطبيعي اعاده هيكله العجينه تاني بنسيبها 10 دقائق بالشكل ده كده اهو ونبدا نشتغل فيها تاني اي حاجه احنا حابينها. ما ينفعش ان انا افردها دلوقتي خالص. التوبنج بتاعنا سكر بني. ده مش سكر بني للامانه، ده سكر بتاعنا اللي احنا بناخده على التموين، السكر العادي خالص. بنحط عليه شويه قرفه او معلقه عسل عشان يبقى برضو لطيف وبسيط. فانا اول تالت حاجه ان انا السكر جبت السكر بتاعنا العادي وحطيت عليه قرفه او معلقه عسل اسود. العسل الاسود مفيش منه اي مشكله، بقى معانا سكر لونه بني وزي الفل. حلو الكلام. هنستخدم هنا للامانه بقى عشان يبقى التوبنج حلو معلقتين زبده. هو المفروض مثلا ربع كوب من الزبده، تبقى زبده كتير تبقى العجينه غرقانه في الزبده. لا، احنا هنستخدم هنا معلقتين من الزبده صغيرين مع السكر بتاعنا عشان نبقى ماشيين مع بعض خطوه خطوه. زي الفل. ادي الزبده كفايه قوي. بنحط عليها السكر ده كده. حلو. بنحط على السكر ده شويه حليب صغيرين. شفت بقى التركايه دي؟ شويه حليب قليل الدسامه. الحليب ده يا عم الشيف علشان يبقى الايه بديل للزبده، يبقى السكر معايا طري كده واعمل عجينه حلوه بالشكل ده كده. تاني عملت ايه يا شيف؟ ما هنا بقى هنا الخبره الطهويه بتقول ايه كلمتها. اعمل زي السينابون بطريقه صحيه بقدر الامكان. خدت التوبنج بتاعي حطيت معلقه زبده صغيره حطيت عليهم شويه حليب وبقلبه بالشكل ده كده. حلو قوي. سؤال جميل جدا. قال ممكن نستخدم دي بتاع السينابون بدي الشوفان؟ ما اعتقدش هيبقى سينابون، مش هيبقى الطعم المعتاد. فيفضل طبعا استخدام الدقيق بتاعنا عادي. ممكن نجيب الدقيق بتاعنا اللي هو الاسمر اللطيف الجميل. اهم حاجه في التوبنج اللي احنا عملناه ده كده معانا من الحليب البودر شويه صغيرين بايديا كده. ده حليب بودر. ده التوبنج. ببساطه خالص. هاخد العجينه دي كده اهي زي ما هي كده ونفرتها على المستطيل اللي احنا عملناه اهو زي الفل. دي رقم واحد. تمام. ونفرد الحشوه دي بايدينا كده بالراحه اهو ونبدأ بعد كده نلف العجينة ونقطعها دواير دواير
ونسيبها تتخمر المرحلة التانية من التخمير، ده الطبيعي. طبعا احنا بنشوف المحلات المفروض السينابون ده بتلاقي زبدة بقى مفرودة طرية كده عاملة زي الملبن في قلب العجينة، ويجي رشش السكر البني. احنا بنتكلم على التكنيك الصح اللي احنا بنشوفه، ودايما لما تفريد التوبنج ده بتسيبي 2 سنتي من قدام العجينة عشان تقفل معاكي، سيبي الأطراف كده عشان ايه تقفل معاكي، وخاصة الطرف الأمامي اهو بالشكل ده كده اهو، ونلفها مع بعض رولز. ممكن تبقى احسن مني وتعملي حاجة حلوة قوي. عندك مكسرات عين جمل حطها في قلبيها، شوية لوز حلوين يا مزاج اللوز حطهم في قلبيها، عندك شوية زبيب حلوين حطها في قلبيها، عندك شوية جوز الهند حطهم في قلبيها، وهكذا. طبعا لو انا مش حاطط الحليب على السكر والزبدة مش هيفرد كده بالشكل ده كده. فالحليب هنا وجوده طبعا بيساعد على ان الحشوة دي او التوبنج ده يتفرد في قلبيها. نلفها مع بعض كده بسرعة دي خطوة أولى، دي أهم حاجة. الخطوة اللي جاية بقى التوبنج بتاعنا والحشوات. في حشوات كتيرة للسينابون، أولهم السكر الكريمي، أولهم عين الجمل، الكراميل، الشوكولا، كل ده طبعا احنا عارفينه. ممكن نحشيها كمان صوص فراولة زي ما احنا عايزين حسب الرغبة. نلف العجينة بتاعتنا بالشكل ده كده رولز كده. يلا 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 اطلعي يا سينابون اهو. لاحظة الولادة وانت بتفردي اعملي ديك كده اهو، تقوم تكبر معاكي الطرف اللي مش بنحط حشوة زي ما احنا شغالين كده زي الفل شفت ازاي كبرت معانا حلوة البيضة دي تمام. طبعا دي لازم ياخد مرحلة تخمير تانية بالشكل ده كده. نجيب السكينة الحلوة دي كده الجزء الاولاني ده انا مش عايزه، يفضل ان احنا نقطع العجينة هنا بسكينة مشرشرة اللي هي سكينة منشار بسم الله الرحمن الرحيم. كام يا شيف تقريبا؟ يعني المول نسل كده حلوة قوي الله من السينابون حلو كده بقدر الامكان نسبة الدسامة فيه قليلة، هنقول 50%. طالما عدينا ال 50% احنا كده تمام، مرحلة ثالثة في التنسيق. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ كم واحدة دول؟ شوفي بقى اضربي في الواحدة ب 25 جنيه. يعني حالا دلوقتي اوريك كل حاجة عينيا هنجيب الصينية اللي هنغمس فيها عشان مخرجنا عايز يشوف العجينة من جوه. طب انا بسخن الصينية هنا علشان اكسب وقت. تعالوا نحطها مع بعض هنا كده. ينفع ان انا اسخن الصينية لو اغمس فيها بيتزا او اعمل فيها حاجة؟ ينفع. ده طبعا بيعجل موضوع السوى. حط فيها ورقة زبدة لطيفة زي دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. يلا مع بعض بقى. انت عايز تشوف العجينة من جوه مخرجنا الجميل انا عارف. حبيبي عايز تشوف التفاصيل. صلى على الحبيب قلبك يطيب بنلمها كده ونحطها كده يلا تاني مع بعض احنا ما ورناش حاجه. حابين تطلعوا فاصل وانا شغال كده انا جاهز ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ ده السينابون. ايه تفاصيل العجينه تاني عشان الحبايب اللي قاعدين بيشوفونا؟ حلو قوي. مكونات العجينه ببساطه خالص، استخدمنا بياض البيض بدل صفار البيض، استخدمنا زبدة بدل الزبدة معلقتين من الزيت، حطيت معلقة زبدة مفيش مشكلة الدنيا مش هتقع بالشكل ده كده اهو، ولازم القلبة بتاعت العجينة من تحت كده وتفتحيها زي الزهرة كده زي الوردة شفت ازاي بالشكل ده كده عينيا سخنة يا شفي بس انا بحبك اعمل لك اللي انت عايزه شفتوا ازاي شفت كلنا نجتهد على قلب واحد علشان الصورة تطلع حلوة. هتطلع من الفرن بعد ما تستوي، طبعا مش هدخلها الفرن دلوقتي، المفروض علميا تقعد بره بالشكل ده كده مدة 20 دقيقة بعدين تتخمر بعدين بندخلها الفرن. بس أنا طبعا سخنت الصينية كسبت وقت، فوجود إن الصينية تكون سخنة ده بيساعد على عملية التخمير. سينابون اللهم صل على النبي. ممكن بقى نحط شوكولا، كراميل، كريمة السكر زي ما انتي حابة
عيني اخر واحده عشان ناخد بعضينا ونروق على الرخامه بتاعتنا والكاونتر بتاعنا عشان عندنا طبعا فراخ مشويه وعندنا رز بلبن. ولكن قبل ما اطلع الفاصل العجينه دي ما ينفعش انك انت تتخلصي منها. طب انا عايز اشتغلها تاني يوم يا شيف مغازي، لان انا ضد التبذير. هنقول الحاجه غاليه، الحاجه لا خالص، احنا اللي بنغلي الحاجه واحنا اللي بنقول الحاجه غاليه. للامانه انت وفري بايدك، الاقتصاد استخدمي على قد استخداماتك وعلى قد الحاجات اللي انت بتعمليها. انا خدت نص العجينه بس، احنا طبعا عشان نشرح الموضوع، نص العجينه ده بتشال في كيس نايلون ويتقفل كويس وتحط في الثلاجه، تقعد عندك اسبوع 10 ايام تستخدمها استخدامات اخرى، تعمليها كبيبه، تعمليها شيش برك، تعمليها فطاير زي ما انت حابه. هستاذن حضراتكم اخد بعض واطلع فاصل صغير، والعجينه معانا هنا هندخلها الفرن مع بعض ان شاء الله. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل بنرتب المطبخ بتاعنا. طلعنا من الحلو، طلعنا من الحلو، والطبيعي اول ما بنخلص الحلو وانا بدات بيه الحلقه طبعا مهم جدا علشان اهرب من موضوع ريحه البصل والحاجات اللي انا بشتغل بيها. طبعا حطينا السينمون في الفرن، ما ينفعش ان انا افتح عليه دلوقتي لان ده دخله بيض، بياض البيض. اي عجينه يا اختي يا امي يا خالتي يا عمتي بيخش في مكوناتها بيض زي موضوع الكيكه كده لازم ننتظر عليه شويه في الفرن مش اقل من 10 دقائق اذا كانت عجينه، اما اذا كانت كيكه طبعا التاكيد لازم 30 دقيقه من الوقت. تعالوا مع بعض نشوف الفراخ المشويه. فراخ مشويه هنعملها مع بعض ازاي؟ المقادير على الشاشه. فراخ مشويه بطريقه بسيطه وسهله وبقدر الامكان هي شويه هيلسي، يعني نسبه الدسمه فيها قليله وصحيه بنسبه تتعدى ال 50%. معانا صدور الفراخ، حلو قوي في المقادير. طبعا ديت بقدر الامكان هنستخدم مع الباربيكيو صوص بتاعنا هنستخدم معلقتين من الزبده. ومعانا بصل ومعانا ثوم وشويه اعشاب لطاف زي الفل، وهنستخدم معلقه سكر بني في تتبيله الفراخ. علل ولماذا استخدام السكر البني يا شيف؟ لان انا مش هحمر الفراخ في زبده، هحمرها في زيت زيتون، ووجود السكر البني في تتبيله الفراخ بيساعد على احمرارها سريعا وتديك اللون البرونزي الجميل. هنا المدرسه الطهويه، حلو الكلام. تعالوا نقطع الفراخ مع بعض كده بسرعه نشوف نقطعها ازاي شرايح. السكينه والمسن مش لعبه اي حد. اللهم صل على النبي. ناخد الفراخ دي نقطعها بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. صدر فرخ حلو زي ده كده اهو، حلو نفس الموضوع. معانا الجريل على النار بتسخن، خلي كده ناخد ده كمان حسب طبعا كميه الفراخ اللي بتستخدميها حسب عدد افراد الاسره. بالشكل ده كده، ودي اكبرها كده شويه تبقى كبيره معايا، نفس القصه هنا كده. الموزه دي انا عايز اسال الامانه دي اخدها كده لوحدها مستقله واجي كده. سكينتك لازم تكون حاميه في ايدك، وهو السكينه تعدي على كف ايدك وانت بتقطعي تزعلي مني بعدين. حلوة بالشكل ده كده الفراخ معانا. تعالوا نتبلها مع بعض سريعا. بجيب كسرولة، التتبيلة مخرجنا عايزها قدام شوية علمني كده، بحط شوية السكر اللي هنا دول، حلو، بستخدم توم في التتبيلة، توم كثيف، التوم بيساعد على ذوبان الدهون داخل الشرايين الدقيقة الرفيعة، حلو الكلام. التوم والجنزبيل والبصل ثلاث فصائل الدرنيات دول كلهم. هنستخدم كمان يا عم الشيف شويه الملح الحلوين، البصلايه تمام، البهارات بتاعتنا كالعاده، الزعتر اساسي فيها، والبابريكا والملح اهو، شويه بابريكا حلوين، شويه كركم، انا بحب الكركم دايما، حلو زي الفل. دي التوابل بتاعتنا العاديه، وبحب احط التوابل بشكل لطيف كده عشان تبان على الشاشه تفتح النفس. هنستخدم هنا في التتبيله بتاعتنا شويه زيت زيتون كده. لغايه دلوقتي ما استخدمتش حاجه فيها دسامه. زيت زيتون كتير ولا شويه؟ يعني تقريبا الشويه الصغيرين دول كفايه قوي.
ونحط هنا معلقة زيت زيتون على الطاسة اللي احنا هنحمر فيها بالشكل ده كده. حلو الكلام؟ اللهم صل على النبي. هناخد الفراخ بعد ما نقلب ده كده نسقطها في التتبيلة الحلوة دي كده. اللهم صل على النبي. نمسك الفراخ نقلبها كده اهو واشويها عشان عايزه وقت في السوى. نعم ممكن لو انت عندك وقت حطها في التلاجة ساعة زمن زي الفل. معانا اتصال الشيء. تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نعمل الباربيكيو صوص. بساطة سهولة مرونة بطريقة بسيطة تقدري تعمليها. انا هستخدم معلقتين كريمة لباني للأمانة في الباربيكيو صوص. الفراخ بتتشوي معانا بالشكل ده كده. تبلت الفراخ حطيتها في جريلا حطيتها في زهرة. احنا ما نقلبهاش هنا خالص، نسيبها تاخد شوية الصدمة النارية عشان لو قلبتيها هتتهري منك بالشكل ده كده، وسيبها تتبخر زي الفل. تعالوا مع بعض نعمل الباربيكيو صوص بتاعنا على الفراخ بتاعتنا ما تستوي. طاسة شديدة الحرارة على النار. حلو قوي. بنستخدم معلقتين من زيت الزيتون ده الطبيعي. حلو قوي. ومعلقتين من الزبدة. الله. ومعلقة من السكر. هو ده. ونقلب ناخد لون. الله عليك يا عم الشيف. ننزل بالبصلية الناعمة. العب. هو ده. يبدأ البصل ياخد لون الكراميل. ياخد لون الزبدة. ايه الحلاوة دي؟ البصلية خدت لون هنا. ننزل بالجنزبيل بتاعنا. اهو. وشوية التوم الباودر بتوعنا. اللهم صل على النبي. خلي بلسمك او خلي تفاح حسب الرغبة. اللهم صل على النبي. معلقة مستردة في المقادير بالشكل ده كده. حلو الكلام. معانا الكاتشب بتاعنا. خد اللون بتاع الباربيكيو صوص اهو. ونقلب. بصات ناعمين. حاضر هي الاثنين. حاضر. اول حاجه حطيت طاسه على النار شديده الحراره. حطيت معلقتين من الزيت ومكعب زبده. مباشره نزلت بمعلقه من السكر. خدت الكرمله بتاعت السكر قلبتهم مع بصله ناعمه. بعد كده نزلت بالثوم البودر مع جنزبيل بودر عشان يديني فليفر لطيف وجميل. نزلت بالمستردة الجميله الحلوه. ده الباربيكيو صوص بتاعنا باللون بتاعه. زي الفل. نقلب الفراخ بتاعتنا الجميله بسرعه. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ انا والله لو هاكلها هاكلها زي ما هي كده. رغيف سخن كده. نقدر بقى نقدمها مع كاتشب، مع توميه، مع مايونيز. ومقادير الصوص الباربيكيو على الشاشه مع بعض اللي عايز يكتبه ورانا. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ زي الفل. نروع على المطبخ بتاعي. ايه رايك ناخد بعضينا ونروح عند الفرن مخرجنا الجميل نستمتع مع الصوره الحلوه وعجينه السينابون وهي بتتدلع. لحظه الولاده للسينابون في الفرن. اللهم صل على النبي. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ بص على الحلاوه. تعالوا نعمل الكراميل مع بعض بسرعه. كراميل. ايه مدرسه الكراميل يا مغازي؟ زبده، كريمه لباني، سكر. تاني زبده، كريمه لباني، وسكر. نشوف نعمله مع بعض ازاي. حلو الكلام. جيب لي الكراميل. الله يوفقك يا شفيق، انت حبيبي، حبيب هارتي. اهو 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 صوص الباربيكيو. الباربيكيو انا اسف، الباربيكيو انا اسف. اهو اهو حبيبي حافظ اللي عمل فيا كده. اهو 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 عزمني على ينسون. تعالوا مع بعض نعمل الباربيكيو صوص جنب الصوص الكراميل جنب الباربيكيو صوص. ناخد ده كده خلاص نرفعه من النار. بالشكل ده كده. جاهز. حط شويه ملح صغيرين للامانه. عايزه سبايسي نحط شويه بابريكا، دي بتاعتك انت بقى.
نحط شوية فلفل اسود كده. الباربيكيو صوص خد مدرسة تانية خالص، شوية سبايس. فرخ تستوي نغرقه في الباربيكيو صوص او نقدمها جنبيه. ايه عدالة دي؟ عايزة شوية رز ابيض، الف هنا وشفا. سكر، طاسة على النار، بننزل بالسكر بتاعنا ونسيبه على النار ما نقلبهوش كتير. وهقولك على تركية حلوة دلوقتي عشان السكر ده ما يمررش منك، بتعملي كريم كراميل، بتعملي كراميل لبعض الحشوات، اتعلمي حاجة حلوة وتبقي في الأمان عشان الكراميل ما يمررش منك. بالمعلقة كده فرسان التلفزيون المصري الأساتذة المصورين حبايبي أهو، على كوب من السكر معلقة مية بحطها في قلب السكر كده بس، خلاص كده احنا في الأمان. حلو الكلام. عمر السكر الكراميل ما يكرمل منك، ولا الكريم كراميل هيطلع مر معاكي. ما تجيب لي السينابون ده، جميل جدا. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ بص حباية السينابون بتلعب في الفرن ازاي؟ اهي اهي. ايه الحلاوة دي؟ بص بص على الحلاوة من فوق ومن تحت، احمرار من فوق ومن تحت. من السينابون اهو، شفت؟ شفت العجينة؟ سخنة يا شفيق، ايديها تولع يا شفيق. حاضر. حلو. في الفرن وهدي النار شوية. حلو الكلام. نطلع بالكراميل بتاعنا. ايه الأخبار؟ حلو. للأمانة أنا أحط مكعب من الزبدة. مش كتير يعني، هو المفروض ربع كوب من الزبدة. شفت بقى الهيلث أهو، دول كفاية أوي. بيدوني ليونة شوية للكراميل. الفراخ بتاعتي بدأت تستوي. ايه الحلاوة دي؟ حلو، استوى. خليتش وقت لان انا مقطعها شرايح صغيره جدا. كان معانا بالمناسبه احنا بنعمل سينابون النهارده، وحطيت عليهم معلقتين من الزيت. المقادير على الشاشه مع الصوره الحلوه المبتهجه على الشاشه. ايه الجمال والحلاوه دي؟ فرسان التلفزيون المصري. تعالوا نقدم الفراخ بتاعتنا كده. الباربيكيو صوص معانا في قلب الطبق بالشكل ده كده. نفرده كده. اللهم صل على النبي. خلي شوية نحطهم على الوش وناخد الفراخ الحلوة دي كده. الله. من الطاسة للطبق. ممكن ان احنا نغرقها مع الباربيكيو صوص، مفيش مشكلة. يعني ايه يا شيف؟ يعني نخليها تستوي مع الباربيكيو صوص. بس انا بصراحة عايز جمالها كده، لان الوارد ان انا مش بحب الباربيكيو صوص كتير. ايه المشكلة؟ عينيا. خد راحتك خالص، شيل الجريلا اللي هتعور ايدينا دي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي يا حلوه، دورك انتهى خلاص. اللهم صل على النبي. حلو قوي. طب عايزه فين؟ لسه بعد ما نخلص يطلع الكنترول. انا عازم عليه حافظ النهارده. ندلعك النهارده يا عم حافظ. حبيبي ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير نطلع حافظ. تعالوا مع بعض نحط الباربيكيو صوص كده. ايه الحلاوه دي؟ يلا الصوره الحلوه دي كده وتطلع فاصل. الباربيكيو صوص يتناغم مع فراخ مشويه مع تتبيله مغازيه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة بأقل تكلفة ممكنة نقدر نعمل اللي نفسنا فيه. عملنا السينابون النهاردة، اللي هشوف الحلقة أقول لك شيف مغازي يعني السينابون وهيلسي. تعالوا يا أخوانا بس أستاذ الأستاذ رحاب بعد إذنك، وأنا بغرف السينابون بالصورة الحلوة بتاعته دي، نشوف مقاديره على الشاشة وإزاي أهرب من الدهون وأهرب من الماتيريال بتاعنا اللي ممكن يؤدي للتخانة ويؤدي لوزن زيادة وزن ويؤدي للكوليسترول زيادة. العجينة دي ما فيهاش زبدة، فيها معلقتين زيت وبياض بيض بس، فيها خميره وبيكنج باودر شويه زياده. ليه يا عم الشيف؟ عشان هم دول العضلات اللي هيرفعوا العجينه بتاعتي. السينابون لغايه دلوقتي كده ممكن ناكله كده. هنجود هنحط كراميل، هنجود نحط صوص الكريمه الابيض، هنجود نحط ايه؟ صوص الكريمه السكري الجميل الحلو اللي هو سكر وحليب. نحط عين جمل معانا كل ده. حاضر يا غالي، اشيل لك اتنين تلاته كمان عيني. مكانه كده تمام زي الفل.
العب. نجيب الطبق بقى الحلو بتاعنا وما يطلبه المشاهدون. اللي عايز بالكراميل ماشي، اللي عايز بالمكسرات ماشي، ده وده معانا اهو. السكر الكراميل اخباره ايه؟ فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين حبايبي، انا بحبكم اكتر من نفسي. ما نجيب لحظه الولاده للكراميل، لحظه الولاده للكراميل الله يرضى عليك، لاني مش حاطط له اي حاجه خالص. سكر ومعلقه ميه هي السر. معلقه الميه اللي انا حطيتها هي السر اللي مخليه الكراميل محتفظ بشكله ولطافته وجماله. بص على الكراميل وبص على الحلاوه. الله يرحمك يا عم اتقال. الحلاوه اهي، شوف الحلاوه اهي. ده ما يتقلبش. الكراميل عملته ازاي يا شيف؟ تاني لكل الامهات اللي بتتابعني دلوقتي، عايزه تعمل الكراميل لاولادها بقدر الامكان يكون هيلثي. حطينا السكر على النار، هتقول لي السكر مش هيلثي؟ ما طبيعي بقى، احنا بناكل حاجه حلوه. حلو، وحطيت معلقه ميه على كل كوبايه سكر، معلقه ميه صغيره على وش السكر وما قلبهاش، يطلع معايا بالشكل ده كده. مفيش مرار، ربنا يكفينا شر المرار. عينيا، لا لسه 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 الحلاوه جايه. لسه. شفت الحلاوه بقى؟ بص على لحظه الولاده دي كده. ايه الاخبار هنا؟ تمام. يا ويل، زلزال زلزال كريمي، زلزال كراميلي. خلص الكلام. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يلا لحظة الولادة للكراميل. بتعملي في البيت؟ ليه تشتري الإزازة بالشيء الفلاني؟ وعليها جمارك وعليها قصص. إزازة كراميل تلاقي ثمنها 200 جنيه. دي إيه؟ هتصور معاها؟ عملت كمية أهوت زي الفل. شفت؟ قول لي بقى ده عايز يروح فين ده؟ خلي بالك لو عندك أطفال ما يقفوش في المطبخ، خلي بالك، يبعدوا عن الإيه؟ النار. عشان دي درجة حرارته عالية جدا للأمانة. الله، عينيا، حاضر. عايزاه بطعم الحبهان، اخواننا في الخليج يحبوا الحبهان واللي هو الهيل، نحط شويه حبهان ناعمين، مطحون ناعم اللي هو الهيل. عايزاه بطعم القرفه، حط شويه قرفه. عايزاه بطعم الفانيليا، حط شويه فانيليا. عايزاه بطعم اللوز، يا لوز، حط شويه لوز. التقليب ده مهم جدا عشان الكريمه تتناسق وتتشافى مع الايه؟ مع السكر. ناخد مع بعض بقى كده ونشرب. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا معايا، يلا معايا على بلد المحبوب. وصوص الكراميل على الشاشه، الله ينور يا استاذ رحاب، هو ده لحظه الولاده للكراميل والمقادير على الشاشه لكل ام بتتابعنا تعمل الكراميل في البيت. وخلي بالك تحطيه برطمان على مسؤوليتي، بس ما تحطوش في الثلاجه يا اختي. تستخدمه في حاجات كتير، عجينة بان كيك ماشي. اول ما بتعرض للبرودة بياخد شكل على طول. ممكن نعمل على فكرة كذا حشوات مع بعض، مش كراميل. ناخد جوز الهند. دي شويه مكسرات كده، رشه حب، اسمها رشه حب، رشه حلويات، دي بتاعتك برضو. لوز، فستق، حلبي، زي ما انت عايزه. طبعا وجود الكراميل هنا بيخلي عمليه الانسجام مع المكسرات متناسق. حلو الكلام ده، خلصنا من السينابون، خش على اللي بعده. نعم، رز بلبن. هنعمل رز بلبن رجيم مع بعض. تعال شوف هنعمله مع بعض ازاي. دي التركايه بقى، اللهم صل على النبي. تعال. ايه قواعد عمل الرز بلبن؟ رز بيتغسل مره واثنين وثلاثه، المقادير على الشاشه. بعد كده بنحطه على النار يستوي، بعد كده بنحط له الحليب والسكر. كلنا بنعمل رز، بامهاتنا بيعملوه كده احسن مني مليون مره. حلو الكلام. وعشان يبقى قوامه انسجامي بندوب شويه نشا في شويه حليب وبنحطهم على الرز بلبن. ده الطبيعي، بندوب النشا مع الحليب
وبنحطهم علشان يديني قوام. حلو الكلام؟ اه نبص عليه كده، هو ده اهو. انا عايزه طبعا قليل الدسامه شويه. نعمل ايه؟ الرز هنا مستوي جاهز، بناخده كده على جنب اهو. حلو الكلام. وهنعمل تركية كده، بما ان احنا معانا كراميل، بما ان احنا معانا كراميل، نحط شويه الحليب دول كده. حلو، حليب بنشتريه من اي سوبر ماركت فيه نسبه دسامه قليله، خالي من الايه، من الدسامه. ومعايا الكراميل اللي بتاعنا ده كده. بص بقى، دي مش معانا في المقرر يا استاذ رحاب، مش في المقادير، بس بما ان الكراميل اللي معايا باخد معلقتين كراميل اهو يا دلع، بدل العسل. حلوه دي يا شيف والله، فكره. بس خلاص ونقلب. ده المطبخ، لما بتبقي انت واثقه من نفسك بتبقى زي الست ام كلثوم قالت: واثق خطواتي يمشي ملكا. الحليب هنا لونه غير شويه، عادي انا عايزه كده. ونسيبه كده على النار. ننزل بالرز اللي اتسلق بالحليب بتاعنا. خد الحلاوه، هو ده. الله الله عليك يا عم الشيف، الله على دلعك. طب ايه الرجيم هنا يا شيف؟ وايه، ما تقول لنا، وضح لنا الموضوع. يعني رز بلبن وهيلسي، اشترينا حليب من السوبر ماركت وقلنا موجود في السوبر ماركت، جبنا الرز المصري بتاعنا الجميل، غسلناه مره اتنين تلاته، اتخلصنا من النشويات بتاعته بقدر الامكان، بناخده غلوه في النار، الغلوه دي بتاخد النشويات منه وبنركنها على جنب، وخلص وحطيناهم على بعض وعلى النار. مش عايزه فزلكه ولا عايزه اي اختراع خالص، اهو ببساطه خالص. زي ما عملنا قبل كده كوارع رجيم، عملنا فتت الكوارع رجيم. ينفع نعمل فتت كوارع؟ لاهميتها الكوارع والقيمه الغذائيه بتاعتها، نعملها باي طريقه احنا عايزينها. ازاي يا عم الشيف؟ بعد الكوارع ما بتغلى على النار وتستوي، بنركن الحل على جنب. الطبيعي ان الدهون بتظهر على الوش، بنشيل الدهون دي، اصبحت الكوارع بنسبه 50% قللت الدسامه. ولكن فايده الكوارع حاجات كتيره قوي، للاعصاب وللنخاع ولمرضى السكر وللشعر وكل حاجه حلوه. بس على كبس الزر كده على التليفون فايده الكوارع هيطلع لك كذا فايده. الرز بلبن جاهز للامانه كده. هاخد ايه، معلقه نشا صغيره مع حليب زي دي كده، واحطها في القلب كده بس خلاص. ونغرف بقى وناكل الحبايب، وعندنا شويه مكسرات نزين بها الايه، الرز بلبن. روق على الترابيزه. اغرف كسرولة كبيرة، نغرف كسرولة كبيرة زي دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. رز بلبن. نشيل التوم من السكة. اوعى التوم يجي جنب الرز. خلي بالك. يلا مع بعض، مخرجنا حبيبنا. يلا، أنا عارف إنك بتحب الحاجات ديت. الرز بلبن جاهز. بس يبقبق، عينيا تشوفه بيبقبق. يلا قومي قومة، قومي قومة اهو، جيب التفاصيل. خلاص، هو ده اللي انا عايزه. تعالوا نغرفه مع بعض. اللهم صل على النبي. يلا العب يا سمك. هو ده اللون بتاعه، لون كده مش في المقرر خالص، مش موجود في المقرر. اي حد بقى يقول لي تفاصيله ايه، لازم يشوف الحلقه من الاول، يشوف من اول ما عملت السينابون. عندنا جوز الهند ننزل بيه كده، عندنا شويه فول سوداني ننزل بيه كده. هتقول لي فول السوداني، ما انا حاطينه في الاخر، الا عايز يحط. عندنا زبيب بننزل بيه كده. عندنا بندق، يا بندق ننزل بيه كده. عندنا فوزدو حلبي ننزل بيه كده. ما تقوليش بقى غالي وما تبقيش بخيله. شويه فول سوداني، انا بحب الفول السوداني الاسواني بالذات، عشان بتوع اسوان الناس الطيبين اللي بحبهم. شويه جوز الهند ناعمه. حلو قوي. شويه زبيب. والله تحفه. ايه ده؟ اللي عاجبني في القصه وما كانش على البال وطلع معايا كده، اللون الرز بلبن، معلقتين الكراميل اللي حطيتهم على الحليب وحطيت عليهم الرز بلبن. حلقه النهارده فيها شويه تفاصيل، فيها خبره طهويه. فيها حب اكتر من خبرة طهوية. والخبرة الطهوية بتيجي من الحب، الواحد لما يحب مطبخه وست البيت تحب مطبخها، ومفاتيح السعادة الزوجية والأسرية جوه بيتك وجوه جيبك اللي هو المطبخ تقدر تستخدميها، وده السلاح القوي ليكي. تطلبي الأباجورة، تطلبي تغيير البيت، تطلبي تغيير الفرش، تطلبي عربية، منين؟ من المطبخ. خلي بالك، اعملوا له أكلة حلوة، حلة محشي
كل حاجة تبقى حلوة. رؤية فن إبداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين؟ من مس بيرو. We'll be right back.